من شيخ هذا السائل ظهر في الأسواق عباءات غريبة وفاتنة، هل من نصح للأخوات المسلمات لتجنب هذه العباءات؟ لما رأى المنافقون والكفار رأوا أن المسلمين ترتدي نساءهم العباءة، أرادوا أن يفسدوها ويحولوها عن مقصودها. العباءة المقصود بها الستر، ستر المرأة، تلبسها فوق ثيابها على رأسها إلى قدميها، تلتحف بها، تخفي زينتها، هذا هو المقصود بالعباءة. أو الجلال الكبير الذي يسمى بالملاءة، هذا من عمل المسلمين ومن الستر الواجب على النساء. لما رأى الأعداء أن العباءة من الزي الإسلامي أرادوا أن يفسدوها بجعلها رقيقة، جعلها مطرزة، جعلها ضيقة إلى آخر ما أحدثوا فيها، فهذه ليست عباءة، هذه عبء وليست عباءة. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تلبس العباءة الساترة التي ليس فيها زينة وليس فيها تطريز وليس فيها ما يلفت النظر، وإنما فيها الستر الذي يستر المرأة. نعم.